المجرم مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي. السيد علي جابر مدير عام القنوات في مجموعة ام بي سي. الزملاء أهل الصحافة والإعلام، حضورنا الكريم، أهلا وسهلا بكم. سعيا لنشر الثقافة العقارية بين المشاهدين في العالم العربي، وبهدف تشجيع الاستثمارات العقارية وجذبها إلى إمارة دبي خصوصاً ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وتتويجاً لاتفاقية التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومجموعة أم بي سي العام الفائت، أعلن الطرفان عن إطلاق البرنامج العقاري الجديد مهمة عقارية سبب اجتماعنا اليوم. فلنشاهد معاً هذا التقرير القصير عن هذا التعاون والبرنامج. شراكة جديدة جمعت بين مجموعة ام بي سي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي تتمثل في مولود جديد يحمل عنوان مهمة عقارية. حاجة تاريخية بالنسبة لدائرة الأراضي والأملاك. ام بي سي كقناة عربية يعني تعتبر قناة عريقة في يعني ولها محبيها ولها مشاهديها. احنا حبينا ان ننقل الخبرة العقارية اللي موجودة على مستوى دبي وحتى على مستوى دائرة الأراضي والأملاك إلى الوطن العربي عبر هذا البرنامج اللي بيغطي الوطن العربي ككل، وأيضا بيغطي دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضا بيغطي الدول والمشاريع الفريدة في كافة الوطن العربي. الام بي سي كون القناة الأولى في السعودية وطبعا في خارج السعودية كذلك، هو شريك طبيعي لدائرة الأملاك والأراضي في دبي لحتى تبرز إنجازات هذه الدائرة خارج أراضي الدولة، خارج الإمارات العربية المتحدة وخارج دبي بالدرجة الأولى. وطبعا الجمهور الإماراتي والجمهور الذي في الإمارات سوف يستفيد من البرنامج الخاص للإم بي سي حتنتجه لحتى تقدر تعلن عن هذه المبادرات التي تقوم بها دائرة الأراضي. مهمة عقارية سيرى النور ابتداء من 17 من فبراير لمدة 30 دقيقة مرة في الأسبوع عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت السعودية. اختارينا قناة الام بي سي لأنه هي شاشة العرب الأولى. الهدف من البرنامج تشجيع الاستثمار العقاري في دبي والسعودية والوطن العربي. البرنامج راح يتناول كثير محاور من جانب الترفيه، محاور إنسانية. راح تشوفين يعني من خلال البرنامج نلتقي برجل الأعمال، نلتقي بالفنان، نلتقي بالشخص الفقير، كلها من خلال قالب عقاري يشجع الاستثمار وبنفس الوقت جانب ترفيهي. البرنامج راح يفرجي بكل حلقة قصة ناس يا عم بيعانوا يا عم بيسعوا إلى أن يتملكوا أو يكونوا جزء من السوق العقاري، وكيف تأتي الحلول لتلك المشاكل. في هدف كبير أنه وزارات الإسكان بالمنطقة بالمملكة وخارجها ودائرة الأملاك بدبي أن تساعد على ناس أكثر أن تتملك وأن تسير في السوق العقاري. كل يوم سبت مهمة عقارية على MBC1 سيكون مفتاح لكل المشاهدين لإيجاد السكن المناسب حسب إمكانياتهم ورغباتهم وأحلامهم لتملك بيت المستقبل. برنامج مهمة عقارية على MBC1 هو أول خطوة نحو بيت الأحلام. اسمحوا لي أن أدعو باسمكم جميعاً سعادة سلطان بطير بن مجرم مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فليتفضل إلى المنصة. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية أحب أن أعبر عن فرحتي لاكتمال هذا البرنامج وهذه المبادرة التي نسعى من خلالها بالتعاون مع أفضل قناة عربية إلى بث أفضل برنامج عقاري. الذي أحب أن أقوله أنا أتمنى لبرنامجنا هذا النجاح، وأتمنى أن يكون يستمر أيضا إلى سنوات عديدة. في النهاية أحب أن أشكر الـNBC وأيضا أشكر المطورين المتعاونين في هذا البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا سعادة سلطان بوتي بن مجرم، وكل الشكر لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. نتابع الآن برومو قصير عن البرنامج مهمة. من هنا بدأت الحكاية، حكاية نجاح لمدينة لا تعرف المستحيل. دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطلق مهمتها العقارية الأضخم والأبرز في العالم العربي في برنامج تلفزيوني يحاكي واقع الناس والعقار. سألت مهمة عقارية جديدة. مهمة كثير حلوة دكتور. مكان صغير للمحبين يتوسع. وينقل للناس تلك القصص والحكايا التي تشبههم وتشبه يومياتهم. الله يكرمك يا رب. مشتاقين لك والله، الله يعينك. الأخي عنده قضية صعبة شوي. المهام العقارية متنوعة وغنية وفريدة من نوعها. سوف نرى الشغف والحماس والإرادة والتصميم والإنسانية. أكيد حبيبتي ما بنسى معك إحنا يا حبيبتي، الله يسعدك. وسوف نرى البيئة الجاذبة للاستثمار والدقة والنظام والتشريعات العقارية التي يشعر بها المستثمر بالأمان والطمأنينة للمحافظة على حقوقه. طيب أنت ليش استثمرت؟ والهدف الأول والأخير هو إسعاد الناس، ولنا أن نتخيل كمية السعادة التي ستنتجها كل مهمة عقارية في برنامج انطلق في مدينة السعادة التي يسكنها أسعد شعوب الأرض. السيد علي جابر مدير عام القنوات في مجموعة الـNBC فليتفضل إلى المنصة. أنا كنت ناطر هالفرصة. وينه مهند؟ ناطر هالفرصة مهند لحتى أقول لك إنه وأقول طبعاً لكل الأصدقاء والأخ سلطان إنه أنا المثال الأكبر إنه ما في أزمة عقارية بدبي. صار لي 6 أشهر وأنا جماعة الأراضي أصحابي عم نشتغل معهم، مهند صاحبي وكلكم أعزائي، مش عم لاقي بيت. صرنا شايفين شو 100 مرة ولا مش عم لاقي بيت. بتطلع بحلقة بدكم تساعدوني؟ ما بعرف بعمل. أنا أول زبون للبرنامج يا جماعة، أول زبون. خلاص انا حاضر بتبرع لكم اللي بدكم اياه، وانا بحبوني الناس مش انهم ما بحبوني. مش لا اللي بدي اقوله بس حتى تكونوا جديين شوي، الـNBC بتوصل ل 150 مليون شخص كل يوم في العالم العربي. 150 مليون، نحن هال 150 مليون شخص ومشاهد في العالم العربي اخي سلطان حنقدمهم حنجيبهم ليشوفوا كل اسبوع ما هو وضع العقار في دبي وما هو وضع هذه المدينة السعيدة وشعبها السعيد. نحن هذا اللي NBC بتقدمه، وهذا هو الهدف تبعنا إنه نقدم لها 150 مليون شخص كمان بالبلد. الله يخليكم. شكراً علي جابر، شكراً NBC. أدعو الزملاء أهل الصحافة والإعلام للبدء جولة من الأسئلة، رجاء من كل صحفي البدء بالتعريف الجهة الإعلامية التي يمثلها
ورجاء طرح سؤال واحد فقط افسحاً في المجال أمام الجميع. اللي بده يسأل في بس يرفع إيده لحتى يشوف. أستاذ مهند كمان لأسأله ماني شايفه بس بدنا نعرف إنه البرنامج مثل ما شفنا إنه مهمة عقارية أستاذ علي قلت إنه بيوصل 150 مليون مشاهد شو حيستفيدوا المشاهدين العرب؟ هل هو موجه للمشاهدين العرب أم للناس اللي عايشين بالإمارات وبدبي على وجه الخصوص؟ لا طبعا ديك انت بتعرف اكثر انه الام بي سي توصل لكل العالم العربي وهي يعني المحطه العربيه الاولى. الجمهور المستهدف في هذا البرنامج هو الجمهور العربي العريض والجمهور والناس في كل العالم العربي اللي حلمهم وهذول الطائر انه يكونوا جزء من دبي، انه يجوا على دبي، انه يعيشوا بدبي، انه يرفعوا مستوى معيشتهم في هذه المدينة الجميلة السعيدة. هذا البرنامج موجه لكل عربي مش بس موجود في العالم العربي، لكل عربي في العالم، لأنه الـ MBC توصل لكل عربي في العالم كله. السؤال صباح الخير، عبد الله من المنار. شو بدي أقدم برنامج فرق عن الشركات العقارية الكتير كبيرة موجودة بالإمارات العربية؟ سؤال لمين؟ الفرق في البرنامج هذا أولاً نحن ركزنا على الجانب الثقافي والتثقيفي عن القوانين وعن المشاريع الموجودة في دبي وعن وضع صورة واضحة للي يحدث. وأيضا ركزنا أيضا على مشاريع ومطورين هم يعتبرون في الطليعة بالنسبة للمشاريع المقامة في دبي. النقطة الثالثة واللي هي أهم شيء نحن بغينا نوصل هذه المعلومات وهي الثقافة العقارية اللي مرت بها دبي من خلال الأزمة من خلال كذا من خلال هاي المشاريع اللي صارت من خلال المعلومات اللي موجودة عندنا واللي يحتاجونها الناس. لأني أنا أحب يعني أحط نقطة مهمة، مو كل المشاهدين مو كل 150 مليون عندهم معلومات شو يحدث في دبي أو عندهم معلومات عن الثقافة العقارية. مرحبا، نحن هنا وفيكم الـ MBC كمان. شفت بالمهمة العقارية في مهمة إنسانية، هل دور المهمة الإنسانية اليوم كيف رح تكون بالتنسيق مع دائرة الأراضي؟ هل MBC كيف رح تكون، كيف حيستقبل الناس اللي بحاجة لمثلا بيوت؟ لاحظنا أنه في عائلات رح يربحوا عقارات، يربحوا بيوت، رح يكون في وضع إنساني. فما بعرف استاذ علي او السلطان. يعني اي علم الميديا وعلم التلفزيون اي برنامج ما بيأدي شحنة عاطفية ما بينجح. نحن برنامج اسمه مهمة عقارية، هذا اسم متخصص جدا، بدنا نقربه للناس، بدنا نقربه للعالم، بدنا نعطي هذه الشحنة العاطفية اللي موجودة بكل برنامج في الـ MBC.
شو في احسن ما انه برنامج تلفزيوني يقدم الامان اللي بيقدمه البيت لعائله محتاجه وعائله معوزه بالتعاون مع دائره الاراضي والتعاون مع الام بي سي. وهذا البرنامج بحد ذاته هو حيقدم جزء من ما يقدمه من معلومات ومن افاده للمشاهد، حيقدم كمان هيك نعمه الامان اللي بيقدمه البيت لعائلات مسكونة. سؤال عن مين؟ وسيم. سؤال سعادة سلطان من ام بي سي دبلن. لو سمحت، احنا فهمنا انه البرنامج رح يرفع الوعي العقاري ويشد الجذب، يكون جاذب للاستثمار، بس اذا مستثمر حب انه يستثمر، اقتنع ببيت او بعقار او بارض وحب يستثمر، البرنامج عن طريقه او عن طريق الام بي سي ممكن يساعده باتمام عمليه الاستثمار، ممكن يقدم له النصح، ممكن يعطيه خيارات غير الخيارات اللي انعرضت بالبرنامج. والله كل الامكانيات المتاحه لمساعده المستثمر، البرنامج ودائره الاراضي وايضا بعد مع الام بي سي ممكن نحن نقف ونعطيه المعلومات اللي هي. نحن ما كان قصدنا في البرنامج أنا فقط نعمل برنامج، أيضا نحن نساعد المستثمرين سواء في دبي أو خارج دبي على أنهم يوصلون لبيت الأحلام مالهم. بعدين حيكون في مصاحب للبرنامج، حيكون في ويب سايت وديجيتال، ويكون في تواصل مستمر على السوشيال ميديا من خلال البرنامج مع كل شيء بدك إياه. السلام عليكم. اسمي سالم الموسى وأنا مطور عقاري وجزء لا يتجزأ من دائرة الأراضي والأملاك وجزء لا يتجزأ من دبي. نحن نشكر إم بي سي على هذا البرنامج وهذا التقدم في المهمة العقارية، وأنا أعتبرها أول الغيث. ليش؟ لأن المهمة العقارية التي تتبناها الـ NBC مع دائرة الأراضي والأملاك تعتبر خطوة أولى وجبارة للتجارة البينية بين الدول العربية على الأقل. هناك تجارة بينية لها مشاكلها في التمويل، لها مشاكلها في القوانين، لها مشاكلها في الكثير من الأمور. فالتواصل في المهمة العقارية التي تقوم بها الـ NBC، أنا لا أزكي الـ NBC أكثر من يعني هي تزكي نفسها. لذلك أنا أقول مهمة عقارية هي أول الغيب، ونشكر الـ NBC على هذا التوجه ونشكرهم جزيل الشكر، حتى ننظر ما هناك، كيف يستطيع المستثمر العربي أن يتقدم إلى هذه المنطقة أو من هذه المنطقة إلى تلك المناطق المختلفة. لذلك بنيت جسور في العملية التمويلية، جسور في العملية العقارية، جسور في العملية الاجتماعية، في التعليمية، في أمور كثيرة. لذلك أنا أشكر الـ NBC وأشكر دائرة الأراضي والأملاك الحقيقة على تبني هذه الفكرة الجبارة. هي فكرة سوف نصل من خلالها إلى كل الدول العربية إن شاء الله، و 150 مليون مشاهد يرونها ويتمنون لها، ونحن هنا مستعدون. لذلك إن كان مثلا الذي يريد أن يشتري عقار ما يحصل على البر، يحصل في البحر. إحنا في عندنا بلد على البحر، كذلك ممكن تشتريها عليه. فشكرا جزيلا لكم، وهذا عمل جبار، نحن نفتخر فيكم بصراحة. شكرا. السؤال مرة ثانية يا زميلي. سؤال مرة أخرى عن زميل أسامة ألفا. سعادة أستاذ سلطان، بدي أسألك، نحن مثل ما بنعرف بدبي في مستثمرين من خارج الوطن العربي، من روسيا، من الصين ومن دول أخرى، كيف ممكن يستهدفهم برنامج مهم عقاري؟ هل هيكون في منه نسخة أجنبية، أو هل سيبث على قنوات بدول أخرى؟ حالياً نحن طبعاً ما خطينا هاي الخطوة، بس إمكانية يعني أن نسوي هذا الشيء موجود طبعاً ومتروك
للأيام إن شاء الله الجاية. شكرا. سمير عبد الله. أنا شايف إنه بالبرنامج في مطورين موجودين على أرض الإمارات، بس دول مطورين عقاريين عندهم مشاريع خارج الإمارات، كيف رح يصير الربط بين دولة الإمارات والمشاريع الخارجية؟ مهمة عقارية هو مشروع تقريبا عربي، وممكن يكون مو فقط في دولة الإمارات، ممكن يكون في دولة الإمارات في دبي، ممكن يكون خارج دولة الإمارات، كله طبعا على حسب. لكن في دبي لماذا؟ لأن دبي هي المحطة الأولى وبعد ذلك محطات الأخرى. السلام عليكم، حارث الكونسا من شركة فالكون سيتي للتطوير العقاري. سؤال يقول كيف نحن كمطورين عقاريين ممكن نساهم في دفع هذه المهمة العقارية وتوصيلها إلى توصيل الفكرة إلى الناس المشاركين اللي يبون يوصلوا لها، شو دورنا نحن اللي لازم نلعب معاكم عشان نوصل إلى الهدف المعين؟ شكرا. طبعاً نحن عندنا فريق عمل، تواصل مع فريق العمل بيعطونك الأفكار كاملة بخصوص هذا الموضوع، ويعني نحن طبعاً نتوقع أن كثير من المطورين الآن يبتدون يطالبون أنهم يساهمون في هذا البرنامج. أنا أهني اللي ساهموا في البداية. شكراً. بدي بس كلمة أنا أشكر فيها الرعاة والسبونسرز الموجودين بيننا هون، ونقول لهم إنه إحنا وياهم مثل العادة على 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 كل صوت. الـ MBC منبر مهم، وهني بيشرفونا يكونوا معنا بهالمنبر. أنا بحب نسأل أستاذ مهند لو قلت لهم على المنصة نشوفه. أنا موجود صباح الخير. صباح النور. من هون بجاوب؟ مهند طبعاً أنت عندك تجربة سابقة بالبرامج التلفزيونية. فيك تقول لنا شو الفرق بين التجربة السابقة وهي التجربة؟ أكيد سامح. أول شيء التجربة اللي سامح هذا صباح الخير. أول شيء التجربة السابقة كانت مركزة أكثر على سوق دبي، فإحنا هلا على قناة MBC قناة كل العرب، ونغطي كل العالم العربي. هاي أول شيء. ثاني شيء عم نغطي مشاريع، عم نغطي حتى برا مدينة دبي، يعني إحنا عم نصور بالسعودية، بالبحرين، إن شاء الله عم نغطي كل الوطن العربي. فالمشاهدين راح يصير عندهم فرص استثمارية وثقافة عقارية شاملة لكل منطقة الوطن العربي وحتى العالم. الثقافة العقارية ثقافة شاملة، مش بس مدينة دبي. مع ذلك مدينة دبي صارت منصة وصارت معلم ومدرسة في قطاع العقارات. ثاني شيء فريق عمل جدا رائع، يعني البرودكشن فاليوز الموجودة في البرنامج على مستوى عالمي، وهذا الشيء طبعا نشكر في شركة الإنتاج والـ MBC. ورابع شيء البرنامج برعاية ذات الأراضي والأملاك، فهذا بيعطيه مصداقية جدا عالية، وصارت ذات الأراضي والأملاك صارت منبر على مستوى عالمي للتميز في كل المجالات. في النهاية أحب يعني أشكر الرعاة الدانوب عزيزي وتمليك، وأيضا الأخوة اللي شاركونا في هذا البرنامج، أشكرهم جزيل الشكر، وأتمنى لنا ولهم التوفيق. قبل ما بدنا ناخذ صورة مع الرعاة على الفوتو وول وضيوفنا الكرام، ضيوفنا الكرام الفعالية ما خلصت، بتمنى منكم تقضوا معنا وقت طيب على مأدبة الغداء على الساعة 1، والكافي بريك كمان في الغرفة طاعة على يسار. ليش
Can you come close a little bit, sir? Yeah. Thank هلا اخبارك انت؟